بالنسبه للماتش يعني جا من وراء انتريف كوم تو الموند يعني كاع لي زيكيب جا انتريف طويله دونك هذا لو بريمي ماتش هاد لا روبيز كيكون لو بريمي ماتش عرفنا بان تكون ديفيسيل و سيرتو حتى لي ريزولتا ديال لي ماتش ديال كانوا دي ماتش نيل دونك دابا سا كومونس ا اتر سيري سي ماتش لا بليبار يقول لك سي فينال او بيان اللي كيلعبوا الطابلو والشامبيون او بيان ماتيا دونك سي كومبليكي عرفنا حنا كان عندنا يعني لوبجيكتيف سي خصنا نبروفيتيو من هاد لوكازيون سيرتو عرفنا لي كونكيرون سوا ديزون اللي قربنا ديريكت داروا دي ماتش نيل دونك سي لو مومون جامي باش ناخذوا عليهم لي كار دخلنا مزيان في لو ماتش درنا اون بون اونتام ماتش كانت لا كاليتي دو اون سور بيان افيك بالون جا ان بينالتي اون غاتي هذا سي ماشي مشكل هذا داخل في الكره داخل في كل شيء مي اللي استحسناها وكانت مع كوز زفين سي لا كاليتي دو دونك حنا اون ايساي كانوا دي زوكازيون بريمير ميتون ما كانوش بزاف ولكن كانوا كيلكو زوكازيون بارفوا الفوتبول تي دومين تي ميتريز لو جو ان ايرور لي سامبل اون اوكيسي هذه هي هذا هو العقاب دونك ملي ما كتسجلش وانت متحكم في المقابله تما كتسنى بانه تقدر يتسجل عليك داكشي اللي وقع اكادير ان بالون اللي بحال هكا ان ايرور ديال ان ديفونسور اون اوكيسي الحاجه اللي مهمه واللي مهمه بزاف في لو جروب وشابو با لو جروب كله سي هذاك لونفي ملي كتونكيسي وكتبقى يعني بلو ميم ستيل دو جو اللي بادي به حيت بارفوا ملي كتونكيسي كتبانيكي لي جوار كيقول صافي سي فيني الماتش لا حنا بقينا مركزين كالم بقينا محافظين على لو سيستيم ديالنا ونصوغ افيك بالون ونصوغ تري كومبونسينا بان لو بريمي بيت وعاوتاني شابو با لي جوار بقينا مامنين باننا نقدروا نقتلوا المقابله وداك الشيء اللي جا في لي ديرني مينيت قتلنا المقابله توفيق الله عز وجل هذا وهذا سيتي ريكومبونس لهاد لي جوار اللي كيخدموا كيترافاي 100% دونك الحمد لله هاد الماتش كان عندنا تري 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 امبورطون في كيف قلت لي ريزولتا ديال لي كونكيرون دونك 3 بوان اللي ميريتي لادفيرسير خلق لينا مشاكل سيرتو من حنا درنا يعني الاناليز ديالو عرفنا بانه كيفاش كيلعب كيفاش كيمشي دي جون كتعرف لانه ملي كيكونوا دي جون كيكون لونفي كيكون لونكاجمون ديما خصك تبقى فيجيلون حظ موفق ليهم حتى مع السي عبد الهادي مدرب كبير وانا من شخصيا ملي كنت كنزاول كنلعب هو كان اونترينور دونك حظ موفق ليهم ليسونسيال كان عندنا 3 بوان اي افيك لا مانيير الحمد لله لله الا شاد بي ادفيرسير بحال هكا علاش قلت لك انا السي عبد الهادي راه الا شاد بالتحكيم دونك حتى بان لي انا المسائل ما كانتش السي بوسليم تبارك الله عليه الي كالم كيدخل في لي بون مومون ما الحمد لله حتى اللاعبين واحد الوقيته اللي بغاو شويه يعني يكونوا انيرفي ملي كان كيسيفلي ولكن هو الي كالم كنعرفوا تبارك الله عليه وما كانتش حاجه اليوم اللي كبيره كان البينالتي اللي كان اكوردي جو بونس سي سي تان بينالتي لو برومي بيت ودوزيام بيت سي سي ما خداش فيهم وقت كثير دونك اليوم كاع لي زانغريديون كانوا اون فافور ديال لي فار لان لي فار ادات بشكل جيد دابا المدرب زفين صافي تقريبا دو زون دابا انا خدام معاه تقريبا لي ميم زيدي والحاجه اللي مزيانه في المدرب زفين هو يعني تيشركني في اي حاجه كاع اللي صغيره وكبيره تيشركني فيها وخدام معاه مرتاح اليز ولو كورون سا باس تري 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 فاسيلمون وحنا ديما كنكونوا كنتذاكروا على اي حاجه وهذه مساله طبيعيه كان معايا وتيهضر معايا ولو ميساج بالحرف اللي وصل ليا هو قال لي اون فرونسي قال لي دير داك الشيء اللي كتعرف دير تعال دير داك الشيء اللي كتعرف دير ودير فيا الثقه وهذه مساله يعني كنشكروا عليها بزاف والحمد لله انا كنتعلم من عنده بزاف كيف تعلمت مع سيمونير الجعواني حتى سي زفان مسيو زفان عنده شي حوايج ديالو وحنايا في هذا الدومين حنا شاك جور كنتعلموا والتوفيق ديال الله عز وجل شكرا لك عادل.